تكلمت انه انا حكيت باللي كنتي غيرتي الطبقه عن قصد او مش عن قصد اني نعاود فيها، انت غيرتي الطبقه في الايفال، انا حكيت هذا الشيء في الجنينه. علاش؟ لانه سمعت انه الموضوع تكرر اكثر من مره. ما بالك قالت لي بليك انيس اليوم سهيل حكتني في ستيج، اليوم سهيل حكتني في ستيج انا تمك عصبت، قالت بليك انيس او يحكي على ظهري انا تمك عصبت. قلت او كيفاش سمعت هذا الحكي؟ قالت لي هذا الموضوع ما يلزمنيش هذا القد. انا نسمعك في نفس الوقت تحكي مع مرتضى تقولي له ولد بلادي ما تسمعينيش سهيل، هذا دوكا نقدر نحكي انا. لا ما تبغيش تحكي، انا مازال ما كملتش باسكو هاد العام مازال ما كملتش. راكي تقاطعي فيا، راكي تقاطعي فيا، خليني نكمل، خليني نكمل، خليني نكمل. مروان، مروان جاء صفك في وقت اللي قال لي هو انه انت ماكش غلطان، اوكي، وناس فهمت انه انا غلطان وانه مروان وقف معك. وانا ما نويت اقول على الهواء انه ما نويت اقول على الهواء انه انت مش غلطان، انه انت غلطانه. ليش؟ ليش انت ما بشعت صورتك بوقت انه هو تبشعت صورتك؟ انا تبشعت صورتك، انا حكيت بستيج مش هون، انا حكيت بستيج قلت انه انا سهيلة كذبت مره اثنين ثلاثه وانا بعدني ساكت. كفي حديثك بس. بليز سهيلة، بليز سهيلة، مره جايه، مره جايه، اذا صار مشكل مثل هذا، اذا صار مشكل، اذا ناس عيطولك، اذا انت كش ما تكون راح تهتر اهدر لي ليا، وهذه هدرناها من قبل. انا نهدر ما ضل لي وش حبيت، نهدر 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 لي بخوف وش حبيت. انت ما تدخلش روحك، انت ما تدخلش روحك، انا نهدر وانا نروح ثاني مادام نقول لها هدر ودار وعمل وعمل. قولي وش حبيتي السيدي بخوف؟ هادو ما اساتذه قولي لهم وش حبيتي. لا لا انت فهماني انه حكي على لا هو خبريه انه راحها مدام ليسلي قال لها انه نحن اتفقنا بالريهرسل على شيء ونقال بالايفال شيء ثاني. كمل 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 مروان. مركزه معي؟ قالت له شو ليش طبقة واطية؟ قال لها بالريهرس تمرنا على شيء ما حكى عنك. ما حكيش عليك، ما حكيش عليك. انا هلا فيني احكي. عباس عباس هلا امي بتتصل بتقول لي حدا فلان فلان او ما انا بفهم انه فلان، فهمت على مين بتحكي كذا شخص انه حكى عليك. انا مش عارفه اصلا الموضوع شو هو، المهم انحكى من ورا ظهري علي. مين طلع هو من هذا؟ خليني كمل بليز. طلع هو من هذول الاشخاص اتنرفز ولا لا؟ صرت بقول هو المفروض انه يجي وبيقول لي سهيله هيك وهيك وهيك او غلطتي بهيك وهيك. مامتك قالت لي يا عمي ليه الاسم؟ انت مالك مع الاسم؟ لا انا بقول لك انا ماما قالت لي ثلاث مرات يا عمي مش مع الشخصيه دي ونفس الشخصيه ولا لا؟ شكرا دينا، شكرا دينا، شكرا. هي فاهمه ولا لا؟ فاهمه فاهمه. انت مامتك قالت لك كده صح؟ انت فاهم ماما بتكلمني ازاي؟ مامتك قالت لك كده؟ مامتك قالت لك كده؟ لو مامتك قالت لك كده هنتكلم في الصح. لو مامتك قالت لك كده ما قالت لي. مش مامتك انت دلوقتي فهمت منها ان في شخص في انت عرفت مين بيتكلم عليك؟ ايه وقالت لي كده وانقطع الخط وما قالتليش بالاسم. قالت لك تعمل ايه؟ طلبت منك ما تتعامليش مع الشخص ده؟ ايه قالت لك ما تتعامليش مع الشخص ده صح؟ ايه قالت لي الناس اللي بتحبك صح؟ خلي 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 عبد الله اتفقنا انه بتحبك صح ولا لا؟ كمان هاي حكيت لك قلتي لي انه قلتي انه امك قالت لك ثلاث اشخاص كيف بدنا نقطع الخط؟ يا عمي قالت لي في أربعة أشخاص ثلاثة ومنهم كذا إيناس. معقول إيناس بعد من الآخر قالت لي قلت لها إيناس إيناس وش عملت؟ أنا ما كنت فاهمة إيناس شو؟ إيناس إيناس وش عملت؟ قالت لي قلت لها لدينا إنه قالت لك الأسامة قلت لها فلان وفلان وفلان أنا عرفتهم مين هي تعطيني بالمعنى أنا بفهم. جيت لعندي جيت لعندي جيت لعندي وقلت لها أنيس ما قلت لها لا قلت لها ابن بلادي قلت لها ابن بلدك سهيلة ما تحكيش عليها كم مرة قلت إنه قالت ابن بلدك عباس سهيلة كم مرة قلت أنا ما بدي أحكي عباس عباس كم مرة قلت قالت لي بالآخر ابن بلدك وسكر كم مرة قلت اليوم أقعد أنيس أقعد كم مرة قلت لك قلت لي وابن بلادك قلت كم مرة قلتها اليوم هل ثالث مرة قلت إنه بالآخر قالت لي ابن بلدك وسكر الخط قالت لك إيه أوكي وقالت لك الأربع أشخاص اللي أنت عارفهم ليه أنا شوف إنه ابن بلدي ابن بلدي غلط غلط معي أو غلط معه وما إجا حكاني وأنا بروح حكي أنا كمان ما أحكي ما أحكي هو ما حكاني فما أحكي لو نتكلم في الصح أنا لو نتكلم في الصح لو نتكلم في الصح احنا كنا اتكلمنا قبل كده ساعات اتكلم ولا بلا عارفه عارفه الكلام كله كله راح تقوله عارفه هو اللي طبيعي انا كنت اقوله اللي بيزعل من تاني بيروح يحكي شو لا. طيب احنا كنا اتكلمنا قبل كده زي ما انت اتكلمت كنا اتكلمنا قبل كده وقلنا ان اهالينا ما بيفهموش اللي بيحصل في الاكاديمي زي الصوره اللي بتبقى احنا فاهمينها بينا وبين بعض طيب انا فهي لما جيت قالت لك كده لما جيت قالت لك كده الصح انك تعملي ايه انك مش تزعلي من الشخص لان ممكن تكون مامتك بتتفرج على لقطات ممكن يكون هو قال حاجه مثلا تتفهم بطريقه غلط مامتك فهمتها بما انك مامتك بتخاف عليكي مامتك فهمتها
مامتك فهمتها بطريقه غلط. شكرا عباس. فبتيجي توصل لك الحاجه دي، ممكن بعدها بلحظه مامتك تقوم تعمل حاجه مثلا، يرجع هو يكمل بقيه الموضوع بالطريقه الصح اللي مامتك خلاص فهمتها غلط. اي اوكي. فالصح انك تعملي ايه؟ بما ان احنا كلنا متفقين ان ممكن اهالينا يفهموا حاجه غلط، بنسمع منهم من هنا ونخرج من الناحيه الثانيه. بس بناخد نص كلامهم ده ونبدا ان احنا نتعامل معاه بذكاء شويه. اليوم جايين انيس دلوقتي ماما قالت لي كذا كذا، حق انت حكيت عليا في ضهري قلت حاجه. لا والله يا زهير، انا قلت واحد اثنين ثلاثه. لو عملت العمل ده او تعملي زيي انا، ماما ما قالت لي ثلاث مرات، قلت لها اخر مكالمه قلت لها ماما اقفلي على الموضوع ما تكلميش عن حد. دي عملتها ثانيا بس ثانيا يا ماما انا كبيره كفايه وعارفه كل حاجه، ما تكلميش احنا اصحاب مع بعض هنا على حد يعمل حاجه. بارك الله فيك، بارك الله فيك. انا في هذيك اللحظه شو قلت؟ اوكي مدام هو حكى من ظهري وما اجى حكاني، طيب فانا ما راح احل الموضوع. وانت تسمعي انت غلطانه ومش عيب انك تغلطي. قلت له انه غلطانه انه ما حكيت معك، بس انت كمان ما اجيت حكيت لي بس عن الموضوع. بس انا اقول لك على حاجه، انت غلطك، اكبر. ليه غلطك اكبر؟ لان غلطك هو لما لو هو غلط ان هو ما حكيش في وشك زي ما انت بتقولي، برغم ان هو المفروض ما كانش في حاجه يحكيها في وشك. ايوه بس بدل هو ما حكيش في وشك. انا شو بفهم؟ انا اصلا ما كنتش عارفه الموضوع. شو بفهم؟ بفهم انه اقطع من وراي. بس انت غلطك اكبر لسبب، لان انت غلطك بيوصل ان صورته بالنسبه للعالم وبلدك تتسوى. شكرا. وصلت؟ بس انا شكرا. مش فدي دي كنا لازم نهتم بيها. هو ليكن انت غلطتي مش عيب انك تغلطي، احنا دلوقتي بنحل القصه. بس هو صح انا صح. انا هلا شو قاعده اللي ما كنت عارفه اصلا شو هو الموضوع. أيوه. اوكي تمام. اللي وصلني انه انيس حكى من ورا ظهرك، مش فاهمه ايه الموضوع. ما فيش اي مشكله. انت المفروض انه ما اتنرفز وما اتسرع لسبب. قلت لك انت ما اتصرفتيش مع الموضوع بذكاء، لان ما ينفعش ان حد يسمع من شخص اصلا. أوكي. من شخص بيتفرج. احنا يا ماما احنا بينا وبين بعضينا، احنا قاعدين هنا في عشره. أوكي. الناس اللي بتتفرج على التلفزيون بتتفرج على بعض. قلت له انه غلطت لو اجيت حكيت لي انا، ما كانوا الناس بيقولوا انه بيحكي من ورا ظهرك مثل ما وصلوها لي. وغلطي انه انا المفروض اول ما تحكيني بيجي بحكي معك. انا ما فيش اصلا حاجه اللي كان لازم احكي. انت هو ما جاش قال لك كده؟ انت كان الصح. ناس شو فهمت حبيبه قلبي؟ من هم ماما شو فهمت؟ من هم ماما يعني الناس فهمت الموضوع بالغلط. منهم طلعت منهم ماما فهم الموضوع غلط. فهمت قصدي؟ احنا دلوقتي طيب ما قلناش حاجه. فهمت الموضوع غلط حبيبه قلبي. فانا وصلوا لي الموضوع بالغلط، فانا قمت المفروض وقلت له ليها بهذاك اليوم المفروض ان انا اجي لعندك. قلت لك المره الجايه تجي لعندك ونهضر معك. ما قلتلكش احنا دلوقتي بنطلعها ان هي غلطانه، ان هي ما عملتش كده، وانت كنت غلط ان انت لو كان في حاجه حتى لو ما كانتش مهمه بالنسبه لك كان في حاجه برضه ان انت قلتها. الناس فهمتها بالغلط. هي غلطها اكبر منك شويه، لان الناس ما بتبقاش واصله لها كل الحاجات اللي بتحصل لها بالشكل الصح. ولكن هي فهمت الموضوع غلط وطلعت لك ان انت غلطان. مثل ما وصلت احنا وصلنا ان هو طلع لك اللي جواه وزعله منك، وانت طلعتي اللي جواكي وزعلك منه. لا انا من هذاك اليوم مش زعلانه. خلاص انت مش زعلانه منه، هو كان زعلان وغمض روح. احنا دلوقتي بقى نسكت خالص. زعلانه منه من هذاك اليوم. سؤال حبيبه قلبي. انا اتضريت صح؟ انت ما اتضريتيش. ثواني يا انيس يا روح قلبي. انا حكينا مع الناس قبل بس وتفاهم منه شيء. احنا وصلنا دلوقتي للحل. احنا اتكلمنا دلوقتي وهو كان قاصد ان هو يتكلم النهارده، لان هو كان مظلوم في حاجات معينه. الناس كانت شايفاه في وحشه، حتى لو مش بذنبك. أيوة. مش هنقول ان انت كنت سبب فيها. الناس شافته. ليه ما جاش وحكى لي؟ ده غلط. خلاص. وليكن هو غلط وانت غلطت. اهم حاجه ان الناس دلوقتي اللي بتتفرج عليك وانتوا الاثنين وانتوا بتتكلموا فهمت ان هو اللي قال حاجه في ظهرك، ولا انت قلت حاجه وكان سوء تفاهم والناس فهمته غلط. خلاص. ايه بس خلاص. ده قلنا من قبل كذا مره. وصلت. قول بس شي واحده قبل ما تكمل. بس ليه ما قاليش؟ قال لي كنا خلاص. سهيله سهيله المره دي. ما تتعصبي يا شيخ. ما تعصبيش يا حبيبه قلبي. ما خلاص الموضوع اتحل. طن انت غلطانه. الموضوع اتحل. وصلني انه حدا بيحكي. الموضوع اتحل. راح اقول شي واحد بس. المره الجايه سهيله حتى ما تخش في متاهات ثانيه، ما تحاوليش تفسري موقف بحاجه ثانيه. اسمع انت دوك اش قلتي؟ هاشتاج اني سقط من عيوننا على المغاربه والجزائريين. وانا اسمع انت عملتي مشكله عند الدنيا. سهيله مش حلوه يا سهيله، لانه هلا اني مشكله اخر. حرام. أنا مشكلة آخر على هذا. فكرة أنا لو كانت نيتي منا منيحة ما بحكي قدامه هيدا الحكي. يا سهيلة بحكي على الهواء. طيب أنا بحكي بعادي. في كلام قبل ما احنا نطلعه لازم ناخد بالنا منه. بس. أيوة. أنا بحكي. هذا كلام خطير. ملهاش علاقة بالطبيعة. ليها علاقة إن في كلام. أنا شفتها هنيك. لاحظي إن الملايين اللي بتتفرج عليكي، مش كلها بتفهم كل حاجة صح. طيب خليني كمل. في ناس ما بيبقاش الموضوع واضح لها، بتاخد أول تعبير بيتقال وبتاخده بتفهمه. وفي ناس بتفهم كويس وفي ناس بتصبر لغايه الاخر عشان خليه كده. طيب خليني اكمل لك. خليني احكي.
انا هاي الكلمه اللي قلتها لانه شفت كومنتير علي، يعني فاهمين الكومنتير علي، اوكي تعليقات، وشفت تعليق من الشركه تبينه هاشتاج من تحت من تحت، قلت ممكن لانه علي. يعني ما اخذتوا موضوعنا، موضوعنا مش من شايفته كبير لدرجه انه يكتبوا هيدا الشيء. خليني اكمله، من شايفه الموضوع انه كبير لحتى يكتبوا هيدا الشيء صراحه، من شايفته كبير هيدا. هن متى بعثوا لك هيدا؟ في عيد ميلادي. بعدين متى حكيوا على السوشيال ميديا بخصوص الخبريه؟ قالوا انه ميرسي لانك تحشر هيدا الشيء. فقلت انه يمكن لانه ما صوت لسكينة هاي كتبوها. اوكي كاتبين سكينة خط احمر، كاتبين سهيلة خط احمر، أني سقط من عيونه. والله ما اعتبرتها هيك. أوكي. سهيلة يا سهيلة. عن جد؟ بعدك يا سهيلة بعدك عم تحكي بطريقة مش منطقية. بعدنا عم نحكي. أوكي. مروان. أوكي خلص. بعدني لهلا، بعدني لهلا. خلص ما حاحكي. مروان. أنا ما حاطة موضوع. أنا المهم أنا ماني حاطة موضوعنا أنا وعب أنا و محلول إيه ما في أي مشكلة. ولكن ما كانش لازم بسيط تغمس هذا الموضوع تغم وناس فهمت ناس فهمته غلط. حليناها أنا وأنت. أنا حليناها أنا وهو. أنا شخصيا لو إجاني هيك بوستر عن رافائيل أو حدا من ابن بلدي ما بحطه هون بعلقه بكبير. لا استنى أنا فرحانة. أنا أسفة جدا. قلت لك المفروض ما قلت لك هاي أنا راح أوصل لا حول ولا قوة. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. كوني صريحة بس ولا كلمة. كنا قاعدين أنا وأنت هوني. هايدي استني. كنا قاعدين أنا وأنت شفتي آخر مرة قلت لك بصي بدي أسكرها. هاي بدي أحط عليها شيء. قلت لك بهذا الحرب. قلت لك هاي كذا. أقسم بالله كنت قاعدة علي. وينه علي هلا شوفوا علي. يعني لو علي أقسم بالله حول ولا قوة. حسبي الله ونعم الوكيل. أنيس شانتال يعني نتكلم جيب علي جيب علي أنا نتكلم جيب علي هون أنا نتكلم جيب علي لأنه عن جد كانوا قاعدين معي وقلت لك بدي أسكرها هاي بدي أغطيها قسم بالله ثواني طب بس بعد ما أنا مغطي وحياة أمي طب مرة كثير طويلة وقت معلقة أمي معلقة يعني قديش مرات الكاميرات لقطتها لهيدا بلي عليها يعني قديش مرات من وقت ما اجينا الهدايا لقطتها الكاميرا يعني انا اصلا شو اكتسب هيدا الكبر الموضوع الله حرام حرام اكتسب من هالصبي ما في يعني انا هلا عم حكت شوي انا ما عم بلومك يعني بس عم بقول لك شو الغلط محمد عبد الله بس شو الغلط ما عم بلومك عم بقول لك شو الغلط بس لو حلية انا بقول لك الغلط برشا انا بقول لك شوفي لو كنت تقعدي جيب علي جيب علي سهيلة 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 بعيدة عن الشنطيل قالته هاي سهيلة لسه هنتكلم في موضوع هي غلط فعلا في الشنطيل قالته فعلا هي غلط هي كده كده بس يا سهيلة انا بالنسبة لي كشخصي عباس مبدئيا سهيلة بس هاي انا سهيلة احلفي بالله العظيم وعلى المصحف ان انت كنت مش بتشاوري على الهاشتاج قلت لك شوفي وانت بتبتسمي انا حصل ان شاء الله هموت دلوقتي يا رب انا بحلف براس امي انا بس خلاص يا امي بحلف براس امي بس انت كذا شخص طب انت قلت لي هغطيها والله حقيقة كنت انت وعلي قاعدين جنبي لا اقول لك على حاجه سهيلة انت قلت لي انا قلت لي انا قلت لي علي 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 تعال تعال قالت لك غطي استني 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 انيس 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 سهيلة ممكن بكلمك سهيلة بكلمك انت قلت لي انا الكلام ده انت قلت لي انا الكلام ده احنا واحنا بنتفرج على البتاع يا فندم قالت لي الكلام ده بس الغلط ان هي لحد دلوقتي لا مش متذكره ان انا قلت لك لا انا بقول لك انا فاكر ان انت قلت لي الكلام ده واحنا بنتفرج يوم ما كنا خارجين انا مش متذكره انا حكيت انا بقول لك انا فاكر انك انت قلت لي الكلام ده بس هو الصح ان انت المفروض تعملي ده من بدري والله مش واخده بالي بس انا بتعامل يا حبيبي قلبي خلاص بسيطه بسيطه احنا دلوقتي برضو مش في المشكله دي احنا خلاص بس مش كل واحد يعني انا انا شلتها خلاص فرجيتك اياها من قبل احنا وضحنا المشكله كل واحد فرجيتك اياها طلعي هيافه وما تمسكيش على الكلمه وتعالي عباس انا مش متذكره ان انا قلت لك الحاجه دي على فكره انا خرجت هو دي حاجه غلط انا بقول لك انا خرجت لا انا مش متذكره هو انا لو مش فاكر انا مش متذكره انا مش متذكره انا حاجه حصلت فعلا بس
انا حاسه انك بس بتدافع عني. لا انا فعلا انا بقول لك انا بقول لك انت قلت لي كده. لا لا استنى انا بقول لك قسما بالله انت قلت لي كده اقسم بالله. طيب اسمع المفروض اعمل انا قبل بس هي كانت قالت لي ان هي كانت مره بتفرجني يوم ما خدنا مخرجها اليوم كانت بتفرجني وقالت لي انا بس انا عايز اغطيها فانا بقول لها بس كان المفروض من بس انا مش فاكره ان انا حكيت الصراحه هذا الموضوع انا اصلحه انا اصلحه لا بس مش انا اصلحه الان بطريقه انا اصلحه الان بطريقه سهيله انا وانت من اليوم ورايح احنا اولاد بلد ما كان حتى مشكله بيناتنا اوكي عادي. انا يلحقني اي كومونتير ضدك انت انا هاد كومونتير راح الغيه انت يلحقك اي كومونتير ضدي انا انت كومونتير المفروض انك تلغيه ما لغيتيش هيدا حق هيدا حقك انت انا مش شي اللي قالته هايدي شي اللي قالته شونطان وشي اللي قالته دينا وعباس ومروان كلهم على راسي وانت ثانيت على راسي خلاص انتهى المشكله هنا انتهى المشكله هنا خلاص انا وانت خلاص عباس قالك باللي قلت له والله ماني متفقه دينا انت عندك اخوكي عندك اخوكي واختك عندك اخوكي واختك يسرى فيهم مشاكل يسرى بيناتكم مشاكل طبعا حتى تضربوا بعض نفس الشيء انا وانت اخوه صار معنا مشكل خليني نهدر خلاص احنا نقفل الموضوع مش هنضرب اكبر من حد يعني مش ما نقدر احنا مش معقول يعني حضري لي بتحصل دي يا جدعان صح مش الدرج انها تقول لك ضحكت على بد بلي قسما انا قلت لك التسامي راها كبيره راها كلمه كبيره يمكن كنت متفرج على البانر كله وكنت فرحانه بيه لكن انا قصدي على الهاشتاج بس يعني طيب كيف انا ببتسم وبروح للعباس انت وريتوني انا كمان وريتيني ايه فرحتيني فرحانه ده الوحيد اللي سهيله يعني شوف الناس انا عبرت كده تشوف يعني الناس ازاي بلد ما حطيتك بحاجة زي كده زبالة سوري بس عم بتفرجيني اياها ايه دي بتبقى عم بتفرجيني اياها ومبسوطة انا مبسوطة كنت مبسوطة لما فرجيتيني يعني شو راح استنى عباس انا بقى من عباس 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 بلاش غباوة بلاش غباوة خليني اكمل لك يعني انا بعرف انك قريبة منه وبعرف انه كذا شخص قريب منه وبروح بقول له شيء مشان يوصل له انه انا عم بفرحس ما تكوني سهيله واحد قريب من حد واحد اكثر من شخص استنى سهيله قريبه منك ولا لا سهيله انت ما قلتي لي الهاشتاج انت قلتي لي الجمله اللي فوق بس فرجيتيني اياها قلت لك شوفي ليه انت كنت مبسوطه كيف انبسطوا كيف بقول لك انه ما قلتي لي الجمله بتحسني ما انه عارفه انك قريبه منه عارفه انك قريبه منه كيف ضحكت مش هيك تروحي تقولي له انا عم تضحك انا ما قلتش انا ما قلت له شيء ما قلت له انا ما قلت له شيء انا ما قلت له شيء بس انا عم بتذكر بس ما فرجيتي انا هايدي فرجيتي انا دينا ما فيني فرجيت انا الكل شافك هاي فرجيت اياها لا تتفرج الكل لا يعني استغربت شو هذا استغربت مش فرجيت مش مبسوطه من هيدا الشيء ما خلص ما فيك تبرر هالشيء ليه ما بدك تفرجي على الكل عم بتقولي لي انه عم بكرهه لا ولا شفت ولا شفت شيء عادي بس امور زباله اللي بعث لها الموضوع لا تفكيرهم صراحه مع انه وضحت لهم الف مره انه ابن بلدي وانا بنت بلده وما قدرنا من بعض يا سهيله انا قلت شيء سهيله عم تقول عنهم زباله بحبوها رح سكرها رح سكرها هذاك الشيء انت حكي لي هلا انه انت بتحبي ابن بلدي لا سهيله اتعج هديك كل شيء هلا اتعج هديك بس احترامك للفانز مع احترامي بس هيدا الشيء ما بينحط قلت لا كذا قلتي لا والله ما لحقتش بس يعني مش مركزه يا عمي اوكي سهيله خلص انا معك نحن معك احنا عم نشارع على قله التركيز بمطارح وكثر التركيز بمطارح ثانيه يعني هيدي بشيء صدفه يا سهيله ما عم تحكي بمنطقيه ما ركزتي خزيه ما ركزتي في انيس بالدق في ابن بلدك بالدق يا سهيله سهيله كم مليون خسر الزلمه اللي عم يتعب كرمال يربيهم الزلمه هذا الزلمه المنيح هو منيح كم مليون خسر من ورا هيدي يا سهيله بس احنا بس يا سهيلة بس ما هي مش حجة ما انا ما قدرت وما فكرت وما ركزت يعني انا حابة هيك بيصير سهيلة ما كذا موقف عم يفرجي كذا موقف عم يفرجي انك بدك ما انك حطيها عرضتيها مش مرمتيها اوكي مع احترامي فاز كبتيها فوق مع احترامي سهيلة وانا عاملتها افضل يعني انا فرحانه كذا ليك ما تلعبي لي هلا ليك عم بسالك انا فرحانه وليك ممكن سؤال وجاوبني بس عليه عارفه انا هيك بشعر انا كل ما اقطع بتشعر هيدي الهي هي ما عم تطلع شكلهم عاملين لها شيء لانه بتشعر هالوحيد اللي بتنقرا لانه هيك بتلفت النظر يعني
صراحة أنا ما فكرت بهيدا الشيء أبداً. ما هي صعبة، أنا إذا أجى حدا كتب لي عن رفايال. رفايال سمحت. كمل كمل. إذا أجى حدا كتب لي عن رفايال إنه رفايال سقطت من عيوننا، أنا بقول لهم بعتذر خيي، بيني وبين رفايال ما في أي شيء. ورفايال أنت قلناها من قبل، والله عن جد ما في أي شيء، بدي أعتذر منكم وخزقية أنا هو حكينا من قبل. لأنه ما لها عازة. لأنه سهيلة، لأنه سهيلة أنت مواقفك عم تبين إنك حدا عم بتضوي على الموضوع كثير وعم تعطيه قيمته وما بده قيمة. حتى لو أنت مش قلت طيب. حتى لو أنت مش قلت لو وصلت لدرجة إنه مفرجيهم إياها وبتضحك يعني وانا معلش معلش مستحيل مستحيل يا نسيم انيس مستحيل نروح لاقرب وحده ليك ونروح نوري نعمل لها كبسكو ونتوقع في يوم من الايام تجي تحكي صح وقف معايا في هذه العبسه المشكله معايا في هذه العبسه والله لا لا المشكله 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 مش هنا المشكله مش هنا جيت لعندها مبسوطه عم تقولي ليك لا بس انت لك اقصى الضمر كله بس كرمال الهاشتاج معك بس عمير سهيلة خط أحوى ليك انتي ما قلتيش لعبتك واو لا مش واو بس قلتي ليها بطريقة قالت لعباس قالت لعباس يا عمي بس شاونة أنا مش فاكرة إنه عباس هو عن جد أنا حسيت إنه بس عباس مش لا كنت قاعدين أنتوا عالم يمكن أنتي ما سمعتي أنا متأكدة أنا حكيت لا والله أنتي عم تحلف براس وحياة أمي وليكي ما بين لك منطقي منطقيا خليني جاوبك فهمنا 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 هالكلمة لك منطقيا منطقيا شنطال احترميني احترميني بس انا اكبر منك خليني كان اذا كنت اكبر مني او اصغر مني بحترم الاثنين ما خص اكبر مني طيب او اصغر مني انا هلا عم بقول الاحترام ما له عمر طيب اوكي خليني احكي معك اعبطوا بعض خليني احكي معك انا بالنسبه خليني احكي معك انا مبسوطه ليك ليكي دي قريبه من هذا صح كيف فيني احكي شيء ضد هذا ما عم تحكي ما عم تحكي شيء وانا مبسوطه ضده اللي قريبه منه اللي ممكن في يوم من ايام تروح تحكي وتقول له انا هيدا الشيء ما هيدا ما هيدا الشيء غير متوقع يا سهيلة يعني منه منطقي بحكي بحكي عن شيء مع مع حدا بيكره ما رحت مباشرة قلتي لي انتم مبسوطة انت ما كنت عم تحكي مباشرة ترجعتي الجملة الفوقانية وكنت مبسوطة لما عم تفرجيني هلا تضوي على الجملة التحتانية يعني انا عم بدور و عم بتدوري وتلفي مثل العاده بفرجيكي كل شيء كل مره بفرجيكي كل شيء حتى منك فيني فرجيكي كل شيء سهيلة فيني فرجيكي ما نجي واصل انا عم بدور سهيلة سهيلة ليز عبطوا بعضكم جماعة بلد واحد انا هم بصوا بعضكم عبطوا بعضكم بقول لك شيء انتوا انتوا اذا خلي اكلك خليني بس انتوا اذا بتفكروا بهذا المنطق انه انا بدي ما بعرف شو بدي اعمل سهيلة سهيلة لا 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 سهيلة خلينا نحكي نحكي شيء نحكي حاجة بس خلينا نحكي حاجة ماشي خلينا نحكي جملة جملة وخوني تريح بالي قالت لي انا فرجيتيها ان شاء الله فرجيتيها وانت مبسوطة منا منطقية مروان طيب رفايل ولا انا ما بكرهك مروان رفايل جاتني يدي انا ما بكرهك قدر معك اي بس كنت كلام انا وحكي شد اوكي ان الواحد لما يكون حدا قدامه بس منطقيا بتيجي بتقلي انه انت مبسوطه وفرجيتينا اياها وانت مبسوطه اوكي سهيلة سهيلة بركي هي عم تحكي بطريقه غير مباشره لا لا بتحكي بطريقه مباشره احنا هيك ما بنفهم اوكي يا جماعه دينا انا عن نفسي ما فهمت حنان يا ناس المشكله صار فات المشكله انا اليوم حبيت اوضحه سهيلة حبيت توضحي ما حبيتش توضحي شي شغلك انا الناس اللي حبوكي انا احترمهم مش والناس اللي كتبوا لك باللي اني سقط من عيوني قلتي انت هم زباله انا احترمهم انت ما احترمهمش انا احترمهم استنى استنى خليني اكمل خليني اكمل خليني اكمل خليني اكمل كل الناس اللي قالت هكا تفكيرهم ماشي ظريف وتفكيرهم صح تفكيرهم تفكير تفكيرهم مش غير زباله علاش لانه وضحت كذا مره وحطوني في موقف مش مليح بيني وبين بين بلادي مش كويس تفكيرهم مش طبيعي وهم مش فاهمين اللي حبيت نفهمكم ووقعتوها ما بينه وما بين ابن بلده كفايه كده يا جماعه ممكن ما تتدخليش في الموضوع خليني نحكي ممكن لا انا بتدخل في الموضوع ما تدخليش انا بحكي كلنا ما تتدخل لا انتم اللي جبتوا هالحكي ده ممكن ما تتدخليش من فضلك يعني ايه ما تتدخليش يعني اسكتي انا عندي سن وبحكي دخلنا في الموضوع انا عندي سن اوكي بس انتوا الناس هدول خليني الناس هدول تفكيرهم مش طبيعي لانه كذا مره من قبل ما يبعثوا لي هدول الاشياء قلت لهم انه ما في شيء وقلنا انا وإيهاء انا و
وانيس انه ما في شيء وانه بس سوء تفاهم وانه غلطنا في الاثنين واعترفنا بالغلطات تبعنا وحلينا كل شيء. عبطوا بعض لا قلناها. انا ما عندي، انا ما عندي مشكله. اوكي خلص خلص سهيله، بس خلص سهيله، ما في ولا مشكله، ما في ولا مشكله. الناس هدول انا سلمتك على راسك، ما في ماشي، ما كاش مشكله. انا قلت لك ما كاش مشكله عشان كنت عندي تحضير في الناس هدول. بدي اقول لهم ثانك يو لانكم عملتوا مشكله لانه حطيت هذه الصور، فكروا ان انا مبسوطه بالهاشتاج هذا، ف سوري شيلوا هذا الهاشتاج. وانكم عملتوا مشكله مع ابن خالي، ابن خالي، ابن بلد، ابن خالي، ابن انت هلا قومي شيلي، قومي خزقيها هلا يلا. ايه بخزقها. طب قومي خزقها. طب ما قومي يلا خزقها، جيبي جيبي. طب ما قوم. لا مش انا بدي اجيب لك اياها، انت بدك تروحي تقومي تجيبيها. انت بتتحكم فيني شو بدي اعمل؟ يا شفتي كيف عم تاخذي حكي؟ لا انا هلا خزقها، انا عم بطلب منك طلب. خلص انا عم بطلب منك طلب، تبيني لهالشاب انه انت عن جد بتحبيه وانه هو ابن بلدي. ما خيارك تخبيها، راحي تحت. انا ما بتحكم بحدا، انا بدي كرمالك ولا ما بكرهك ولا بعرف اكره حدا اصلا. بس بتعرف شو اللي زعجني؟ الشيء اللي زعجني انه قالوا لي انت كنت مبسوطه بهذا الهاشتاج. لو كنت مبسوطه ما بروح ثلاث اشخاص او اثنين اشخاص اللي قلت لهم، منهم كان علي وقال لك عباس. ما بعرف انا عباس والله ماني متذكره ان انا انه قلت له انه بدي سكر على هيدا الشيء، بدي غطيه هذا الهاشتاج، بدي غطيه قلتها. بس ما عن جد عم بنسى، عن جد عم بنسى انه اعملها. بس هيك يعني ما قصدت بها اي شيء. ليش لحتى قال انه بدي اعمل هيك؟ وكنا طالعين، قال لك انه كنا طالعين. لا هي مجرد بهرجنا وجودي بهي اللوحات، ما بدكم وجودي هون بالليفينج روم ابدا. صراحة انا والله ماني شايف الموضوع مثل ما انتم شايفين. كنت انتم شايفينه شيء، انا ماني شايفتها بهي الدرجة. انتو شايفينه شيء كبير. انا بالنسبه لي كلمات قالت وتقالت غلط. فهلا اذا اقول لك شيء على السوشيال ميديا مسج قطع بتنسب انسان بدني، كيف اذا شيء جاي ملموس لهون كبير له طبعينه. ثوري انيس اجت له بانو زيت شيء ومكتوب انت سهيله زيت شيء اللي كاتبوا له اياه. ما بنزعج، ما بتنزعجي؟ ما بنزعج، بتكلم عليه من ورا. ما بنزعج، فيك ما فيك تعرفي غير ما تشوفيها للشاب من ورا. لا بس ما بنزعج انيس، اكيد بكون انزعج بس ما حكى لي. انا شخصيا، انا شخصيا كل يوم شو بنجوز عليها هاي صغيره. انا لو كان جيت في بلاستيك والحقني سهيله سقطتي من عيوني. انا اللي قلت له، وانا مع اني انا ناسي بدي اقول له انا متاكده. يا سهيله يا سهيله، فيها درافت عن المغرب، فيها بزاف فايس. مش لا لا، انا 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 لو كان جيت في بلاستيك نغطي وجه. قلت والله غير بس ما غطيتيها سهيله لحد الان، لحد الان مش مغطيه والله. ماني نخزر فيها سهيله. انا متسائل، انا شخصيا، انا شخصيا على بالك بالكبيره توصل يقولوا عبالك بلي هما مثل هاك مع بعضهم وجه داروا مشكل بيني وبينك. صراحه باش تقول لك شافتها وكانت تضحك. لا ما كاش من هذا، هما هكا بين بعضهم. انت لو كان كنتي هكا معايا، لو كنتي هكا معايا كيما قلت لك شنطه هذه ما تحطيهاش، هذه ما تحطيهاش. كون كنت انت صح تحبي تحبي ولد بلادي، غش فيها. لو كان جابوها لك وريها لي قولي انا شوف ايش كتبوا، انا هذه حنحيها. تكبري في عينيا، تكبري في عينيا. انا كنت حندير نفس الشيء، انا كنت حندير نفس الشيء. انا لو كان حقني نفس الشيء والله يا سهيله وحق النعمه تاع ربي على بالي، على بالي ماش نقدر. حق النعمه تاع ربي لو كان حقني نفس الشيء واش راح ندير؟ نمحيها ونجي نقول لك سهيله شوف ايش كتبوا لي، انا نمحيت. اوكي والله ما سهيله معليش. انا 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 دوكا بعد شو صار دوكا، بعد شو صار دوكا انا والله ماني زعفان عليك. دوكا خلاص والله ماني زعفان عليك. انا بس نسيت سهيله. دوكا 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 حتى انا نسيت. صح انت علاش نسيتيها؟ دوكا قاعد تسيتها لان انت مش مضروره في الموقف. انت مش مضروره، انت ما لحقتش، انت ما لحقتش، انت ما لحقتش. لو كان حقني انايا، ممكن حقني انايا، ممكن حقني انايا بانو مكتوب فيه سهيله سقطتي من عيوننا والله غلط نظري انت هي ويقعد لك المشكله في راسك. انت يلحقوا لك دي بانو يقولوا لك سهيله انيس سقط من عيوننا، سهيله خط احمر، سهيله كذا. انا حسيت حاليا اني حقرتك. انا اذا حقرتك قدام الفان تاعك، قدام الجمهور تاعك، اذا حقرتك انا اعذابي. بصح انا راني شايف نفسي، وانا راني شايف نفسي، انا راني شايف نفسي. اسمعي سهيله، انا راني شايف انه هذا الشيء اللي صار بيناتنا مشكله تقدر تصير ما بين خاوه، تقدر تصير ما بين اصحاب، تقدر تصير ما بين كمل الناس. اوكي إيه؟ تقدر تصير حتى ما بين ابعد اشخاص. قد صار احنا اولاد بلاد وحده، جينا انا وانت، انت من منطقه مختلفه، انا من منطقه مختلفه، بصح جينا من زوج مثلوا الجزائر، مثلوا بلد نص. اسمعي اسمعي، لا ما تقولي لي انه انا كثير بحبك. خلص والله والله ما بكرهك. ليكي ما بال قالت عن جد شيء نرفزني انا حكي. طب انا بدي اياها. خلص 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 خلص
في وضح لك شيء انا بالنسبه لإلي. انا جيت اياها انا فهمتها بطريقه انا عم بنصحك من اخت لاخت شو فهمتها انا عم بنصحك من اخت لاخت عم بعطيك شيء بس هيك بينت انا ما كنت اصلا واخذ الموضوع بهيدا الشيء قال لي ممكن لو كان طيب 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 بس انا عم بقول لك شغله هلا انه انا عم بحكيكي مش لانه بكرهك انا ما بكرهك ولا العظيم ولا عندي شيء ضدك طيب والله العظيم ما بكرهك بس انا عم بقول هيدا الشيء لإلك لمصلحتك ومصلحته كرمال ترجعوا سوا انا اصلا ما عندي شيء ضدك طيب والله بس طيب بس هلا انا ما بدي تاخذي انت موقف مني فهمت علي انا اخذت موقف من هايدي ودينا وودي لانه انا ودي. مش من حبيبه ما بال ما تاخذي موقف من حبيبه واخذت منه الموقف بقلب قلب طب ما نحن قعدنا اليوم تنحل مشاكل من النوم عن الطاوله حاطين مشاكل دي كمان شو كان في هذا دي كان فيها سقطت ايدينا دينا سقطت انيس برضه وبعدين ما تقولي لي هذه الكلمه عم جد استفزتيني انا ما بتحكم فيك انا عم بعطيك شيء تبينيها لانيس يلا لا 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 كاميرا انت بتحب انيس وانيس بيحبك يلا ما عندي ولا مشكله بيني ده بيني ده بيني ده برافو بصوا بعض بصوا بعض بصوا بعض بصوا بعض لا 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 ونزل بص على راسها وبص على راسها يلا بصها يلا مش مشكله يلا انا قلت لك فرجتني اياها خلص هلا سهيله انا والله والله شوف شوف سهيله انا البانو شنطال انا تعبت يا زلمه احكي لك احكي لك شيء انا شفته انا كنت شفت دائما البانو هذا كنت شوف انت كيف اوريتها لي دي عرفت لا انا اوريتها لك لانه زعش منها ما قدرتش انه نجوز عليك كلمه انا سقطت من عيونه وبعمل كانه ما شفت شيء لو انت شنطال سقطت من عيونه وتشوف فيها يعني انا غير تعمل ما شفتيها انا شفتها ووريتها لسهيله بس انا نفرح نشوف نفرح لما نشوف بنت بلادي عاملينها صور وعاملينها ديبانو وعاملينها جايبين لها كادوات وهذا الشيء انا اليوم اللي يحقوا لها تصور اليوم اللي يحقوا كل شيء عم يطلبوا منك انك تعملي ايه بدي اياكي هيدا الشيء تقولي له عن وقول لك انه بهالشغله غلطت بحقين قهر هو من هالشغله انه انت بس انا يمكن انا ما حسيت فيه ما حسيت طيب بس هيدا بس هي الغلطه اللي عملتها سهيلة انا شو بقول لك شو بقول لك انه الناس انت علاش اكيد نسيتي انت علاش نسيتي انه ما كانش مشكل بيناتنا انا يعني انا نسيت انه كان انتوا هيك حلوين انا نسيت انتوا اولاد بلد والله طبعا بس الكلام اللي قلتوا انه عم تفرجيهم اياه وانا بتضحك يا سهيلة خلي خسرنا اولاد حتى انا ما كنت هيك يعني انا ما كنت انا اعطيتك اكزام يعني تقولي صح تحلفي براسك انا بس بينت لك غلط ربي سبحانه ما في حدا يصدقك لانه قالوا لك وقالوا لك في وشك هيك شو بدك تعمل سهيلة طب انت هلا المهم انه انا وانت تصلح الموقف الشيء اللي اتقال المهم انه انا وانت بيناتنا والجمهور دوكا اللي راهو يشوف واللي ما شافناش مقبل وراه يشوف دوكا نقول له بليك انا وسهيله ما كاش مشكل بيناتنا المشكل الوحيد اللي صرا انه سهيله ما رجعش الموقف هذاك اللي صرا بصح سهيله رغم المشكل اللي وقع وتصلح الموقف سهيله انا لو كنت محلك ما نصرف نفس الطريقه انا لو وصلني هاشتاغ سهيله كذا 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 مش مليح عنك انا هذه الصوره والله ما نحطها هنا انا مساجات يلحقوني انا اذا لاحظتي في المساجات اللي يلحقوني في تويتر سلم على سهيله وانا اسلم عليك انت في المساجات اللي يحقوني في تويتر ما كان ولا تويت يقول سلم على انيس لاحظت هذا الشيء كما تصرالك انت بيناتنا تصرالك انت ما بين يبعثوا لها بيقولوا لها سلمي على انيس وانت ولا مره بعثوا لك صح ولا لا بتصير عادي مش سهيله انا شنو اقول لك بعد المشكل انا ما بين ما صار مش صار مشكل بيناتنا من قبل عمر ما صار مشكل بيناتنا من قبل فاذا ما كتبوليش ما بين واذا كتبوا ما بين هذا ما يعني شيء ولكن انا وقتاش تحسست انه انت من بعد المشكل انت ما قبل المشكل انه يبعثوا لك سلي على انيس وتحيه الابن والله ما لاحظت هذا بعد المشكلة اللي صار بعد المشكلة اللي صار العالم صدقت انه انا حقرتك وانه انت دفعتي عني وانا ولد بلدك وانت ما حبيتيش تهضري عليا وكذا في وقت لانه الموضوع ما لازمش يتفهم هكذا الموضوع لازم يتفهم انه انت في وقت اللي سمعتي هذا الحكي من عند امك كان لازم تجي تقولي لي انيس لو كان جيتي قلتي لي انا البان الغلط في الحكايه وانا نستاهل لو كان جيتي حكيتي لي وانا ما هضرتش معك ما شرحت لك منها موقف دلوقتي ما شرحت لكش خلينا بس خليني اشرح لك انا الشيء طيب خلص انيس بشرح لك انا الشيء اللي قلت لك لو سمحت سامح حتى ما تقدريني بطريقه مستفزه
اي طريقه مستفزه تتكلم ساعتي سواء انا معروفه هنا ان انا طبيعيه وصريحه وواقعه في صراحتي واقعه في صراحتي لاني بقول كل الكلام اللي في قلبي خلاص ماشي ده اول بس انا بدي افسر لها الشيء اللي كمان بتذكر كنت انا فوق بالاوضه لا انا الشغل اللي مستقلينا هي بسعيد انا اخذت موقف ليش كل القصص عايزه تبعتيني اياها اوكي مبسوطه كثير فرشتيهم كلهم اوكي كثير مبسوطه جيت لعندي مبسوطه فرجيتيني الجمله انه سهيلة خط احمر ليه بين كل هود القصص اخذتي لها وفرجيتيني هالجمله انت مبسوطه ليه هالجمله بالذات قلت لك شوفي ليك يعني شوفي ليك الناس عم يكتبوا في اشياء ما لا طعم. ما قلتي لها بخصوص جمله انيس قلتي لي سهيلة خط ايه دي كلها انا ما قصدت شرط هيدا الشيء انا ثواني بس هيدا الشيء ما بين ثواني طيب لو انا منطقيه لو انا انت حليل القصه بس انا عايزه افهم قريبه منك انا الصراحه قريبه منك انت قريبه منه كيف بدي احكي لك شيء ضده كيف بدي وانا بعرف انك قريبه منه ويمكن في يوم ما حكيت شيء ضده بس لمحت بعمل اي بعمل بس لمحت ليش لحتى لمحلك انت يا عمو الموقف تحل الموقف طيب اوكي خلص ليش لحتى لما ما بين لا تعي انا عايزه اعرف بس وجهه نظر اني لانه منطقيا يعني لا يعني لا مش انت بس بتحكي انا بحكي في شيء بترجعي ترجعيني من النقطه الاولى بعيد وانا قلت حاجه ما سمعتهاش انت دلوقتي قلتي الناس اللي بعتوا الهاشتاج ده لا مش عم بحكي الموضوع ده امال انا انت قلت لي دلوقتي تدخليش خدتي مني موقف لا ده ما تدخليش لانه كنت بتحكي كتير وانا كنت عم بحكي وانت ما خدتي لا انا بحكي معاك على فكره مش بحكي انا بحكي معاك على التليفون انت عارفه من اول يوم انه لما حدا بيكلمني بيكلمني بالالغاز صح ولا لا تمام بس يقولك مش شرط لما بتقول لك فلان خلينا مش ايناس ايه هي بجد ايناس ماما كلمتني عن ثلاث اشخاص هبقول لك عليهم برا برا اوكي يعني قالت لك الثلاث مش شرط بالاسماء قلت لك انه بتلمح لي كذا مره بقول انه بتلمح لي كذا مره اقول لك انه بتلمح لي كذا مره قلت اليوم سالته كذا قلت بلي تلمح لي ولا لا شكون اليوم ما قلتش بلي ماما كي هدرت يعني خدتي مني موقف ليه برضو عارف لانه انت عم بحكي معك حكي وبحكي لك كيف انا بفهم يعني انا بفهم انه فلان وفلان فلان قلي لي ممنوع اصلا امك وهيك بتقول لك فلان وفلان بيسكر الخط أيوة. بتطلعيني انه عم بحكي في شيء من راسي انت قلتي لي ثلاث اشخاص وقلتي لهايدي قدام هايدي وشانتال اني ثلاث اشخاص مامتك قالت لك على اساميهم حتى شانتال قالت لك لا برا ما تقوليش دينا هايدي وما بال هايدي وما بال حكيت لا شانتال قال انت قلتي قدامهم كلهم ماما قالت لي على ثلاث اشخاص عشان كده انا رفضت على ده وقلت لك ازاي عارفه ما اقطعش لما قالوا لي ثلاث اشخاص مش هو مش فاهم انا فاهم انا فاهمه مين هدول الاشخاص انا بس تلمح لي ماما بعرف كل شيء وكل حدا عم تحكي عليه بس تلمح لي واخر مره طلعت وش قلت لك قلت لي ربعه صح ولا لا قلتي لي انا كمان قالت لك اربعه وش قلت لك كامل اخواتي بهذه الكلمه صح ولا لا وقلتي لي مش هتغير معاهم ولا هعمل اي حاجه خلاص يعني انت قلتي لي كده بجد ووصلت امانه ربنا تتقال انت قلتي لي اني انا مش هتغير مع الاشخاص دي مش هتغير وحتى معك. الاشخاص اللي اتغيرت عليهم في الاول هبتدي ارجع تاني معاهم صح قلتي لي كده ولا لا ما يهمني حتى واحد مش سهيلة ثواني سهيلة قالت على الترابيزه دلوقتي ان اتقال لها الثلاث اشخاص من مامتها قال لها الاسامي صح مش اسامي قلت لك اسامي انا قلت فلان وفلان انا فهمها فلان وفلان هي بتقلي بالمعنى كذا مره بقول انت فهمت مين تقصد عارفه مين تقصد طب مين لا ما فيني اقول ليه ما فيك تقول لا ما نحن قاعدين هون طول الصراحه لا كذا شخص مر وما قال لمين عم بيوجه الكلام انا ما راح اقول مين انا بعرف مين هذا انا بعرف مين كمان لا 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 انا عم طلع بشوف ورا موجود ولازم موجود ادري لك اللي انت نفسك تدلك صورتها دي ايوه جدع بتترك لك الحريه لك انت هاي حلو في اي حاجه مش عاجبك تانية كلهم حلوين قصها كلها لا 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 اوكي ليه ما بدي اقول مين اوكي ولو كان بدي كنت حكيت معهم بس انا اخر شيء قلته لدينا وقلته لامي البارح وقلته لهاد انه امي مهما بتقلي او اي شخص اي حدا بيقلي تغيري من ناحيه فلان او من ناحيه فلان انا ما بدي اسمع انا بعرف انه كلياتهم اخواتي كلياتهم بحبهم كلياتهم اصحابي كلياتهم بحبه فهمتي ما بدي اتغير مع كذا حدا او اي حدا تغيرت معه بسبب موقف من قبل قلته تغيرت معه مني موقف عشان انا كلمت على الموقف ده
اللي انا كنت نرفز تاني يعني كنت انا عم بحكي في شيء اللي انا عم بفكر بتاع حته الزباله صح؟ لا لا انا اول بشتم الناس معاكي على اساس ان هم جايين ضد انيس مش اكتر عشان لا بتعرفي ليش نرفز من هدول الناس؟ ليه؟ لانه كذا مره انا ايوه يعني الناس زباله زي ما انت قلتي انا لو مكانك هقول عليهم كده عارفه ليه؟ خلص سكتيهم عن جد ليك وصلنا شو ليك المشكله وصلنا ليه؟ سبب سبب شيء منهم فاهمينه خلاص سبب شيء منهم قلتي عليهم جمله بس انا بعيدها ليهم بس انا بتكلم انا بتكلم على شيء بتكلم على شيء وان انت متضايقه من الموقف ده لا يعني انا متضايقه متضايقه ان سهيله متضايقه منكم من ما بتحبكوش عشان انتوا وصلتوا انها فيها تضاد ما بينها وما بين ابن بلد لا وصلوني المشكلة كبير عن جد وطلعت يعني طلعت دلوقتي طلعت دلوقتي مش كويسة بسبب حاجة بالنسبة لا 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 لا, 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 لا كفاية انك غطيتي دي كفاية انك غطيتي هاي بصي لها بالنسبة انا ما غطيتش حاجة اوكي اوكي بس هي موافقة على ده هي موافقة على ده ولا انا متعمل اي حاجة ولا طبعا والله قلت من قبله انت وحشة من جوه سودة سودة من جوه بس اللي انا اللي قالت لي اياها اي ماما صديقتي صديقي حكي معي اليوم وماما اي حدا بيقول لي كيف تتصرف في الاكاديميه ما بدي اقبل ولا حدا يتحكم في تصرفاتي بالاكاديميه خليني اتكلم بليز يعني اسكت اوكي اوكي امشي اليوم البارح انطلب مني انه